انت اذا تريد قضيه بعوضه وما بعوضه والله اندمك على هذا الموضوع، بس انا ما اريد اعاملك معامله هذه التصيد انه عندنا بعوضه وعندنا ما اعرف ايش وكذا. الان هذا على الطريق، انت عندك عائشه تقول، بس ما تزعل مني لان انت بديت. تذكر لك حديثا في صحيح مسلم، اسمع ارجوكم انا ما اسيء، لكن بما انك طرقت الباب ارد عليك رد بسيط، واذا ردت ارد عليك الرد الاقوى. عندكم في صحيح مسلم ان عائشه تقول شبهتمونا بالكلب والحمار، هي تقول انه هي عباره عن كلب وحمار شبهتوها، هذا في صحيح مسلم. فلا تقترب على هذه المواضيع لان لساننا في هذا المواضيع مثل السيف، فارجوك. لا لا لا، شوف شوف والله ما هذا لسانه احد من لساننا، ولكن هي قال لما يجي واحد زنديق يشبه امهات المؤمنين بالحمير والكلاب. أحسن. ساقرا الحديث الان، ساقرا الحديث امام الناس، هذا اخواني صحيح مسلم امامكم، شوفوا ساضع الـ 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 على الشاشه، هذا صحيح مسلم على الشاشه. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، واضح، حدثنا اسماعيل بن عليته قال وحدثني زهير بن حرب، حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه، هو قبل قليل سارجع ماذا قال، قال رسول الله صلى الله عليه واله اذا قام احدكم يصلي فانه يستره اذا كان بين يديه مثل اخر الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود، الحمار والمرأة والكلب الأسود. هذا من القائل؟ جاوب، من القائل؟ رسول الله توضأ. أحسن، قبل قليل. طيب كمل الساعة، وين عائشة؟ أحسنت، وين عائشة؟ أنت دخلت عائشة يا رجل. هذا أصبر، لك أصبر، أصبر، هذا أصبر، خلي أكمل، خلي أقلب الورقة يا ظالم، بس لا خلي كمل، خلي أقلب الورقة يا ظالم، أريد أقلب الورقة، خلي كمل. اسمع، هذا قلبت الورقة الآن، هذا الحديث رقم 270، حدثنا عمرو بن الناقد إلى حتى ما قال، كمل الحديث انطيني النص، بس شيل الرواة، انطيني النص. قال الأعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة، واضح؟ تفضل كمل. وذكر عندها ما يقطع الصلاة اللي ذكره النبي محمد صلى الله عليه وآله قبل قليل، ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، فقالت عائشة قد شبهتمونا بالحمير والكلاب. انت قلت اللي يقول هذا زنديق، اللي قال منه النبي صلى الله عليه وآله، صح؟ لا بس طول بالك خليني اشرح قبل اخواني، قبل قليل اسمعوا، اصبر، قبل قليل قال الذي يقول هذا الكلام زنديق، قلت له مسلم يقول، قال لا مسلم روى، تبين أن مسلم روى عن النبي، إذن النبي عندكم زنديق والعياذ بالله. هي عائشة قالت ذكر عندها ما يقطع الصلاة، ذكر عندها، إيش اللي ذكر عندها؟ قول النبي الذي يقطع الصلاة. هي المرأة، هي تقول أنتم شبهتمونا بالحمار والكلب، هي عائشة تقول ليش تشبهوني بالحمار والكلب؟ رسول الله يقطع الصلاة، تمام، المرأة والكلب الأسود والحمار، مظبوط؟ عائشة شو دخلها؟ طيب السيدة عائشة فهمت من الكلام أنه تشبيه خلص بشكل عام، شبهوا بالكلب. إذا مين اللي شبه عائشة؟ من الذي شبه عائشة؟ هي اللي فهمت، من اللي شبهها؟ طيب اللي شبهها زوجها، زوجها شبهها بالحمار والكلب الأسود، هي فهمت في حديث، تمام، وعائشة فهمت أن النساء شبهوا بالمع أو لا 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 مو شبهوا، شبهتمونا. لحظة لا تلبس، هذا أمامك تقول شبهتمونا بالحمير والكلاب،
الحديث الآخر في البخاري جعلتمونا كلابا. حديث رقم 511 هذا الحديث أمامك في البخاري جعلتمونا. يلا الله أكبر. طيب لله يدركم يا شيعة، لله يدركم يا شيعة، والله أصحاب دليل، حق لكم أن تفخروا يا شيعة، والله حق لكم أن تفخروا. شوفوا الآن هو واقع بين المطرقة والسندان، الذي قال النبي وعائشة هي التي قالت شبهتمونا، فالزنديق إما عنده النبي أو عائشة، ما عنده أبد. يلا اطلع. عدلتمونا غلط يا مو عدلتمونا، غلط غلط غلط. بس شوف اشبهتمونا همزه استفهام، يعني ما تفهمون عربي خاطر. لا 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 ما في همزه. لا لا اوقف 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 لحظه ابو يوسف اقرا الحديث في همزه استفهام ولا لا؟ اقرا. لا شوف انا ما قرأت الحديث. لا ليش تخلي لها همزه استفهام اداه استفهام وهي ما فيها؟ هسه انا الحديث ما قرأت. لا ليش اذا ما قرأت ليش تخلي لها استفهام؟ ليش؟ اذا ما اعدلتمونا هسه الشيء يعني يلا. بهمزه الاستفهام؟ بهمزه الاستفهام نعم. اوقف لحظه لحظه. لا يلا يلا انت قلت قول والله تشيع، قول والله ورب الكعبه تشيع. يلا اخواني الان على الشاشه، الان على الشاشه، الان على الشاشه اخواني، هذا هو قال تشيع، هذا صحيح مسلم. يلا اعدلتمونا لو والله اذا انسحبت والله العظيم. شوف اخواني هذه عن عائشه، هذه بالاصفر. شوف هذا اصبر لا تشوش الحوار. لا عن عائشه قالت اخواني قالت عدلتمونا لو قالت اعدلتمونا. يلا هذه امامك، خليت عليها خط. يا وقفوا اخواني، خاف يهرب اخواني، سدوا الباب. وين همزه الاستفهام؟ وين همزه؟ يا اخي اصبر شيء الان ما في همزه استفهام. تفضل شيء. الله اليوم اللي نعدلكمونا. تفضل. الله والله 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 ارجعكم على المجوسيه اللي جيتوا منها. شوف قليل الادب. لا ابو يوسف تركه يريد يهرب ابو يوسف. تفضل اخونا عبد الرحمن، اخونا قسمت بالله انه تتشيع. تفضل. والله تشيع، والله يلا تشيع. يلا هاي هاي الان هي امامك الان انا واضع هاي عدلتمونا، تقولت همزه الاستفهام. سوف اضع دائره هاي، شوف هذا الاصفر. هاي الكلمه يعني اقراها، اقرا. قد قالت عدلتمونا أعدلتمونا. لا أنت قلت أنت قسمت برب العالمين أمام 3000 إنسان. والله هاي الكلمة، هاي أعدلتمونا. ما في أعدلتمونا أخونا، ما بس والله أعدلتمونا ورب الكعبة أعدلتمونا. زين ورب الكعبة أعدلتمونا. والله هذا هذول يصلون، ذولا هي أمام الكلمة يقول خلي لها همزة، يعني معقولة؟ والله شوف خلي اقول لك شغله واحده. يعني انتم صاكم عايشتكم كلها تدلسون على السنه، انت جاي ما تدلس لي على كتاب على كلمه. الان قسمت انت، لا تحرف الموضوع، قلت والله اتشيع. الان ما في همزه استفهام، هذا امامك. اعدلتمونا اعدلتمونا، مال انت تجي طلع لي هاي والله اعدلتمونا الف قبل الكلمه. والله انا احلف بالله. حج وعد، هذا موقع الدرر السنيه، هذا هم الشيخ وضع الموقع. الان شيخ هذا الدرر السنيه، ايش بيه الدرر السنيه؟ ايه وضع سبعه ايضا ما فيها همزه اخواني. والله يا اخي انت ايش قد كذاب خاطر دينك، هسه راح افوت على الكلمه مرت الله. هسه راح افوت على الكلمه، خبلتني هاي كل مرة راح اكبر. طبعا اخبلك والله الا اخبلكم اخبار. والله ما تخبل دقيقة، انزلوا اصعد. صوروه اخواني، صوروه حتى انزل
انزل انزل انزل واصعد دقيقه زين حتى افعل الكاميرا انزل واصعد لان افعل بس الصوت يجوز على مود هذا الشيء. ايه يلا فعلها فعلها خلينا نشوف. يلا يلا تفضل وليد اسماعيل. دقيقه 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 يجوز هيك. ها هسه ها حلو. ايه هسه خلينا نشوف. هاي شنو هاي الكلمه؟ هاي شنو هاي الكلمه؟ هذا في اي كتاب؟ هذا في الدرر السنية. نعم سامعك. سامع. طلع طلع لفوق رجينا على الموقع طلع لفوق طلع لفوق. شلون؟ شلون؟ في حديث عدلتمونا ما في حديث عدلتمونا. هاي شنو الموقع؟ شلون؟ ما في حديث عدلتمونا لم تقرؤوه قبل ذلك؟ لا في هو هو قال هو قال انه انتم حر اصبر 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 هو قال انه هو قال اسلامي انا سالت شنو اسلامي اسلامي اقرا شنو الحديث شو يقول الحديث شو يقول الحديث عدلتمونا يا استاذ وعد عدلتمونا يعني شو يقول الحديث؟ حديث ايضا في صحيح مسلم عدلتمونا. لحظه انا عندما قرات عند انت كنت حاضر عندما قرات حج وعاد هدوء هدوء لا لا تعرف من الموضوع اسمع مو تتوقع انا عندما قرات عندما قرات واحد 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 شوفوا هاجوا اخواني اصبر 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 يا عبد الرحمن يا وليد اسماعيل وليد 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 عندما قرات انا قرات عدلتمونا ولا اعدلتمونا عدلتمونا انا عندما لا تسوي دخلت لا تسوي دخلت وتتوقع لا تضحك يا عبد الرحمن عبد الرحمن سوي ميوت سوي ميوت سوي ميوت عبد الرحمن نعم انا انت كنت موجود هدوء هدوء كنت موجود في البث انا ما كنت انا دخلت دلوقتي خلاص اسمع اذا هدوء هدوء لا تحرف الموضوع اسمع بما انه دخلت بما انه دخلت الان بما انه دخلت الان بما لا تتي تحرف الموضوع بما انه تريد تخاف ما شوف شوف هذا ما انت خايف هاي العبها على 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 زعاطيتك الان الان انا عندما قرات قرات بهمزه الاستفهام من صحيح مسلم ولا قرات حديث وكذبني خلاص ممكن خلاص خلاص انت سكتت ممكن تسمعني جاوب ابدا ما تركك ابدا ما تركك ولا تولى لك كلمه ابدا ما لك لا ابدا لا 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 تهرب الان عندما انا قرات عندما انا قرات الان عندما انا قرات هو نسب الي انني كذبت وحذفت همزه الاستفهام انا عندما قرات قرات بحديث عدلتمونا وشبهتمونا صح ولا انت ما كنت موجود خلاص كده خلصت كلامك ممكن انا اتكلم لا جاوبني على سؤالي خلاص ممكن طب ما اسكت طيب عشان اتكلم لا مو تتكلم جاوب على السؤال مش تتكلم جاوب هجاوبك على سؤالك يلا بس تفضل. اسكت تفضل اسكت اولا انا دخلت لقيت الراجل انت بتقول له ما فيهاش الف والراجل بيقول لك فيها الف فلا ادري ان كان هو بيتكلم معاك على كده ولا الحديث اذا لا تتدخل في امر لا تعلمه اصبر اذا انت ما تعرف القضيه اسمع اذا ما تعرف القضيه اذا ما تعرف القضيه اسمع ابدا ما تكمل اذا ما تعرف القضيه لا تحشر نفسك في امر تريد ان ترقع له لا 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 ما في كتم صوتك ما في كتم صوتك شوف انت مرعوب شوف انا ارو اسمع 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 انا احترم اي طرف يتكلم سؤال مرعوب من ايه الراجل بيكلمك بيقول لك عدلتمونا هو قراها في روايه عدلتمون عدلتمونا وانت قراتها في روايه ثانيه عدلتمونا يبقى انت بتحجج الراجل على ايه قول له لا نعم كلامك صحيح وهناك روايه اخرى تقول عدلتمونا ايه ليه ما بتكون منصف ثم بتكون منصف طيب انا انا الان اتكلم قول للراجل نعم الان اسمع اللي انت ما فاهمه اللي انت ما فاهمه وكنت تتابع اللي انت ما فاهمه او كنت متابع وتريد ترقع تريد ترقع لاننا ذكرنا اسمع لاننا ذكرنا اسمع الان دوري لاننا ذكرنا ذكرنا انه في الحديث شبهتمونا هم ماذا قال قال أشبهتمونا فوضع لها همزة بعدين طفر على موضوع عدلتمونا فهرب إلى موضوع آخر
فانت اذا ما حضر ايش تحشر نفسك بالقضيه؟ حضرتك لا انا بس بسالك هل هناك حديث فيه ما له علاقه في ولا ما في؟ ما في علاقة، في علاقة أنه كذبني. اسمع اسمع، لا لا لا، أنت ما كنت حاضر لك بابا، أنت ما كنت حاضر يا بشر، عيب عليك عيب عليك عيب عيب عليك. شوف شوف، ترك الموضوع وتشلب. شوف 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 شوف، إذا أسأت الأدب أنا تدري بي، ما أسيء الأدب ما أسيء الأدب. شوف أنت الآن تريد تريد أن ترقع لصاحبك وأنت ما كنت موجود، أنت ما كنت موجود. كنا نتكلم في أن عائشة ماذا قالت؟ عائشة قالت شبهتمونا بالكلاب والحمير، ثم هم ماذا قالوا؟ قالوا أنه وضعنا، وضعوا همزة الاستفهام، وهمزة الاستفهام ليست موجودة. فهو قال في البداية، قالوا أن الذي قال، أن الذين قالوا، أن الذين قالوا هذا الأمر هو زنديق، فتبين أن النبي صلى أن صوتك واضح واضح واضح، أن النبي قال هذا الكلام، وعائشة هي التي فسرت هذا الكلام وقالت شبهتمونا بالكلاب والحمير، لذلك هم انكروا علي. انت جاي ترقع عليش يا وعد؟ الخوف باين على وشك، ممكن تهدى شويه؟ ممكن تهدى؟ شوف شوف شوف، انا تدري كم مره روضتك؟ اسمع اسمع، تدري كم مره روضتك ترويض يمي تفشل؟ والله ده نفس الهروب يمي، تفشل والله العظيم تفشل عندي، تفشل. اي هل تستطيع ايش؟ يلا هل تستطيع ايش؟ تفضل. اي تفضل تفضل. الآن للإنصاف، هل تستطيع أن تقول أن هذا الرجل صدق وأنه هناك رواية أخرى تقول لا كذب؟ لا كذب كذب. هل تستطيع؟ كذب. ليس هناك رواية كذب، هناك رواية تقول كذب. الجواب كذب كذب، لأنني خلاص خلاص، أنت ما كنت حاضر يا بشر، انت ما كنت حاضر البث لك يا بشر، انت تنتقل تهرب الى موضوع ثاني، تريد ان تهرب. هل في ولا ما في؟ هو ما كان يتكلم على في، هو كان يتكلم انني كذبت على الناس وقلت له ما فيها همزة الاستفهام. انت كنت موجود ولا لا؟ سبحان الله. الان انا بسألك، بس أنا بسألك. هذا أمامك، شوف أمامكم إخواني على الشاشة، شوف إخواني يا أستاذ أمامكم على الشاشة، أنا كنت شوف إخواني أمامكم على الشاشة، وعندما قلت عندما قلت عندما قلت شبهتمونا بال شوف إخواني، أنا كنت أقرأ من هذه الصفحة، ويريد أن يغير الآن الحوار، وليد إسماعيل شاف رأى أنني دمغت صاحبه، يريد أن يرقع له. نعم يا استاذ، يا استاذ ممكن تسمعني؟ ممكن ممكن انت كنت موجود؟ بس قل لي كنت موجود ولا لا، بس جاوبني كنت موجود ولا لا، مش عايز كنت موجود في الحوار ولا لا، كنت موجود؟ لا لا، الا تقول كنت الا ان تعترف كنت موجود. لا لا ما ممكن، كنت لا مش ممكن مش ممكن، لا لا مش ممكن. لا لا جواب لا. طيب ماشي ماشي، كنت تستمع لأنك تريد أن تحور هذه دمغة، هذه دمغة، هذه دمغة، هذه دمغة، لأنك إما كنت تستمع للحوار وإما دخلت وأنت لا تفهم ماذا كان الحوار. ما أتركك والله، ما أتركك إلا أن تعترف، إلا أن تعترف، والله ما أتركك إلا أن تعترف، ما أتركك إلا أن تعترف أنك كنت إما موجود وتسمع والآن تلبس على الناس، وإما تقول ما كنت أعرف. فلماذا تدخل نفسك أبدا؟ والله ما أتركك، والله ما أتركك، والله ما أتركك، والله ما أتركك إلا تقول. أنا قسمت بالله، قسمت بالله، إما أن تعترف الآن، جاوبني أنت كنت موجود ولا لا؟ والله سأنصفك. والله سأنصفك. أنا ما قلت تنصفني، أنت كنت موجود ولا لا؟ والله سأنصفك. كنت موجود. شوف إخواني ما يريد يعترف، كنت موجود ولا لا؟ اعترف. والله لو معك الحق
اسمعني بس، هل كنت موجودا يا ابن العم؟ اسمعني ابدا الا تقول كنت انا قسمت بالله، والله ما تركك انت تورطت، ما تركك الا ابدا 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 ما سمعت ما سمعت، انت كنت موجود، انت كنت موجود، كنت موجود ولا لا؟ اي تفضل. انا دخلت رايتك تقول انا ساعرض على الشاشه الان حديث يقول عدلتمونا، والرجل يقسم بالله ان الحديث فيه عدلتمونا، تمام؟ فهناك حديث بالفعل فيه عدلتمونا، وهناك حديث اخر فيه عدلتمونا. هو ده اللي انا عايز اقوله من الصبح. انت مالك مالك ما بتشنك ليه كده؟ شفت انصفتك ازاي؟ زين الراجل ما كذب. الان انا سمعتك، اسمع، بما انك قلت والله سانصف قسمت بالله، انا كنت اقرا من اي كتاب؟ هذا امامك اي كتاب؟ ده صحيح مسلم رحم الله والديك، ولا انا مش جاي؟ صحيح مسلم رحم الله والديك. انا عندما قرات وموجوده بدون همزه الاستفهام، انت كانسان منصف تكذبني وتقول لي انت كذبت واخفيت همزه الاستفهام؟ لا لا، المفروض ما يكذب. رحم الله والديك. ولكن اذا اسمع، لا لا خلاص اسمع، اسمعني هذا بعدين راح انتقل الى حديث اخر. اخونا عدلتمونا في صحيح البخاري، واضح؟ انا كنت ماسم صحيح مسلم، انا قرات انت ليه؟ شوفوا شوف، الانسان لو عنده ضمير ودين وينصف، انت مو لان انا شيعي انصفك. انا لا عاد اسمعني، لا عاد اسمعني، بما انه كنت ما موجود، بما انه كنت موجود خلي اشرح لك ماذا دار. انا قرات هذا الحديث، قلت ان الكلب والحمار يقطع الصلاة. عائشة قالت شبهتمونا، وأحد الأخوة أبو كريم قال لفظ آخر، قال شبهتمونا. هو ماذا قال؟ قال لي هي مو شبهتمونا، شبهتمونا. قلت له مامي موجود. النوب قال لي لماذا تهرب من شبهتمونا إلى لفظ أعدلتمونا؟ قلت له أنا قرأت شبهتمونا. قال لي لا، إذا ما موجودة وكنت ماسك صحيح مسلم ما مسكت البخاري. فقال لي استخرج حديث عدلتمونا، فاستخرجت. قلت له خلي أقلب الورقة يا ظالم، قلت له بس اعطيني. قلبت الورقة وهذا أمامك، إذا أنت منصف أقرأ، فيها همزة استفهام أمامك، أقرأ أنت، أقرأ لا رحم الله هذه. إذا ليش الآن يكذبني ويقول لي تكذب على الناس وانت ما تعرف العربية وجاهل؟ الآن انصفني، تفضل. خلاص انا انصفتك اهو، يا ما فيها سلام. لكن لعل الرجل قرأ من موضع اخر فظن ان انت بتقرأ من الموضع ده. عدلتمونا احسن ساعات الانسان. اذا يا استاذ وليد، اذا الانسان بالحوار بالحوار ما يتهجم على الطرف الاخر مثل انت الآن انصفت. اي تفضل يا استاذ. الآن خلينا نكمل، تفضل. الآن خلينا نكمل. لعل الرجل ساعات الإنسان بيسمع حديث من عدلتمونا وعدلتمونا أشبهتمونا، فلعل الرجل لم يسمع بحديث عدلتمونا وسمع بحديث عدلتمونا. خلص الرجل ما أخطأ عندما قال عدلتمونا، لكنه أخطأ، لكنه أخطأ عندما كذبك عندما قلت عدلتمونا، تمام؟ أحسنت. هذه النقطة. هو إن كان يعلم أنك تقرأ من صحيح مسلم أم من صحيح البخاري. زين الآن. أنا أعذره فيه. ماشي. الآن الآن أنا ولا. أستاذ وعد، أنا داخل على كتاب الله وسنتي، هل عندك استعداد؟ عندي كم سؤال. كتاب الله وسنتي ممكن تجاوبني عليهم؟ عفوا سيدنا. طيب. حجي. إذا تريد. أول مرة يعني قبل كتاب الله وسنتي، حجينا تعليق بسيط. أولاً الحاج وعد كان يقرأ من صحيح مسلم. وكان الأخ مصر أنه في صحيح مسلم أعدلتمونا، وحتى أنت من دخلت أنه في صحيح مسلم أعدلتمونا، واضح؟ بينما هذا اللفظ هو لفظ البخاري. الحاج وعد ما قال أنا أقرأ من البخاري، قال أقرأ من صحيح مسلم. ثم الصفعة الأخرى، الصفعة الأخرى في صحيح البخاري بهذا اللفظ أيضا، بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار، هذا في صحيح البخاري.
ليش تقبل هاي وما تقبل هاي؟ بئس ما عدلتمونا. اسمع 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 يا وليد، بئس ما عدلتمونا. لا قاطعنا، انا ما قاطعتك، انا سامعك وانا ساكت. يا رجل اسكت، انت قلت الكذب. ولا يكذب مجرد ما ليش تقاطعني يا رجل؟ يا رجل انت ضيف، ما يجوز تقاطع. انا ما قاطع. هل قاطعتك يا رجل؟ هل قاطعتك؟ لماذا قاطعني؟ خليني اكمل. ما عندنا مشكله، ما عندنا مشكله، بس خلي كمل القصه ديت. خلاص يا رجل خليني اكمل. خلي كمل وارجع لك، خلي كمل وارجع لك. ما في مشكله يا رجل. طيب الان اخواني الاعزاء، مشاهدينا الكرام اتفق. ارجع لك، ايش فيك انت؟ كمل وارجع. لا حول ولا قوه. يا رجل اسمع، يا رجل اسمر. الوليد اسماعيل يدخل 30,000 واحد يدخل عشان يخرب الحوار. يا رجل اسمر اسمر يا وليد، يا وليد عشان يخرب الحوار. لا 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 لا، انت لا 30,000 واحد. حج ايوب يا وليد. لحظة أخونا اسمع أخونا. أولا اسمعني لأنهم غلقوا البث الثاني، فالأخوة جاءوا إلى هذا البث. شوف أنت شكيت ظالم، لاحظت أنت ما... أنا دلوقتي الآن لا أنا كنت هنا قبل ثلاث ساعات. وليد هذا البث الثاني يغلقوه، هذا البث الثاني يغلقوه. إذن لحظة، واحد يكلمني لو سمحت. إذن أنت ظالم، أنت الظالم، ما عرفت القصة وتتهم بظلم. لو سمحت أريد نص دقيقة أكمل، ما عندي والله. ما كملت. وليد أصبر شوي، خلاص أكلمك. لا لا خلاص، موضوع الأخ اللي فات ده خلاص، خلوا واحد يكلم. لا مو على كيفك. لا تصبر إلى أن يكمل، تصبر إلى أن يكمل. أصبر لي ثواني، 15 ثانية. إذا اسكت الآن يكمل. يا أخي اسكت الآن، بابا اسكت الآن يكمل وأعطيك. اصبر دقيقة واحدة. أنا داخل دلوقتي يا أستاذ. خلاص داخل، انتظر ما يعجبك اطلع. هم البس بتقلني كتاب الله وسنتي ومن يكتب. ماشي نكتب وياك على كتاب الله. دقيقة واحدة وأعود لك. خلاص اختار حضرتك عشان انا مش فاضي. خلاص مش فاضي، اطلع برا. اطلع، قالوا لي الحق وعد. اطلع برا، وعد بيتكلم في كتاب الله وسنتي. اطلع برا، روح، مش فاضي الان. فاضي كمل سيدنا. اخواني الاعزاء، لا فاضل نتم على مود هذا. اصح الاحاديث ما اتفق عندهم عليه الشيخان. اصح الاحاديث قاعده، ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، وما اتفق عليه البخاري ومسلم ليس لفظ عدلتمونا، بل اللفظ الذي ذكرناه عدلتمونا، ولفظ البخاري بئس ما عدلتمونا. هذا اخواني ايش طولت هاي 15 ثانية حضرة الاستاذ؟ لأنه هو ما يريد يسمع كلامي. وليد ما يريد يسمع، وليد وغير وليد ما يريد يسمعون هاي. اترك يا سيدنا. شفتوا اخواني ايها السنه، اتفضل ابو يوسف. حجي اعدلتمونا ليس بصيغه السؤال، وهذا صحيح البخاري امامكم، طلعوه. اعدلتمونا بمعنى جعلتمونا عدل. نعم. هي لا تستفهم، وهنا امامكم البخاري طلعوه. اذا في علامه استفهام بالكلام انا الان اعطيكم ما تريدون. اعدلتمونا اي جعلتمونا عدل. هو أبو يوسف أما كل اللي يدخلون يعرفون أنه إحنا بثنا مشترك، يعني في سيد ميثم، في أحمد الإمام، في أبو كريم، في أبو يوسف، يعني كلهم يعرفون هذا. إحنا بثنا مشترك، فلما أقول لك دقيقة واحدة وأرجع لك مثل باقي الأخوان، يقول أنا مو فاضي. إذا مو فاضي شعدك جايني، يعني يريد أنا أقطع سيد ميثم مشان الأخ. أنت منو حتى تيجي أمام سيد ميثم أقطع؟ أنت منو؟ أنت ما عندك أي قيمة بالنسبة لي. نعم قيمتك متصل محترم، لكن أنا أرتب الوقت، فهمت؟ أنا أرتب الوقت، تفضل بكل أدب واحترام. يقول لماذا صعد الآخرين؟ لأن الكل يدري على البث، قطعوا البث ففتحنا، الأخوة جاءوا إلى هذا البث صعدتهم، وأبو كريم كان موجود هنا في هذا البث وراح للبث وقطع البث ورجع لهذا البث. شو المشكله؟
هم جماعة الحجين جماعة. وان كبسوا على البث الله يخليكم، يحتاج يعني تكبيسات عشان ما ينحضر. كبسوا الله يخليكم. خلي حضروا ولا حضروا ولا حضروا. الآن رجع وليد إسماعيل. رجع وليد إسماعيل يلا. حجينا أنا ناظر كتاب الله. هم اللي يبلغوا. إن شاء الله تفضل. تفضل. أنت كنت أنت من شوية. من شوية قلت للناس وخلي بالك يا جماعة الخير اسقطوا وسيبوا لي الراجل، فأنا عايز واحد منكم بس والباقي يسقط. خلاص سهلة سهلة سهل. بس بس أريد منك شيء، أريد منك شيء، أريد منك شيء. راح يحاورك سيد ميثم بدون إساءة لأي رمز، اللغة تكون محترمة من الآن، يعجبك يعجبك. وأطلب من سيد ميثم أن يحترمك، وأطلب منك أن تحترم السيد ميثم. خلوا نقدم صورة حوارية. نعم لن تصير شيعي ولا نصير سلفي أنت، خلوا نقدم للناس من الذي حجته أقوى. يعني أريد ديمومة الحوار، ممكن ولا مش ممكن؟ أنا موافق. رحم الله كده. أنا موافق. رحم الله عليك. أرجوك بدون غمز، وأرجو من السيد ميثم حتى من البعيد، لأن أنا دماغي كبيرة وتشتغل وأعرف الذي يغمز. أريد في غاية الاحترام، تريد سمي أستاذ، تريد سمي سيد، يسميك سيد هذا أفضل، ما تريد كلهم باسمه. أي واحد يسيء سواء سيد ميثم أو أنت سأقطعه أبدا، ما عندي مجاملة.